هنتواصل لاستعدادات النجمه والاهلي للبطوله العربيه بي. وعلى الهاتف معنا تليفون مهم الكابتن حسين حمدان المدرب العام للنجمه اللبناني. مساء الخير يا ابو الكبات. مساء الخير استاذ زياد، مساء الخير لضيفك الكريم، مساء الخير لكل شعب مصر. تحياتي وتحياتي الاستاذ عصام شلتوت ناقدنا الرياضي الكبير، وتحيات الشعب المصري للشعب اللبناني. وهي كده البطوله العربيه بقى، الاهلي والنجمه ومباريات ما كناش بنشوفها، افريقيا واسيا، ويبدو ان البطوله العربيه هيكون ليها نجاحات بعيدا حتى عن الشكل الفني، يمكن حتى النجاحات اللي احنا بنتكلم فيها الاهلي والنجمه اللبناني والعروبه وجمهور لبنان جاي وجمهور مصر رايح لبنان، وتحياتنا للجمهور اللبناني وتحيات حضرتك للجمهور المصري. حاجه حلوه يعني استاذ ايهاب، شيء بكبر صراحه، يعني شيء بكبر القلب لما رحنا على جده ولعبنا تصفيات مع فريق من تونس وفريق من موريتانيا وفريق من السعوديه، وهيدي الامور دائما بين الفرق العربيه هي مصدر يعني اخوه قبل الرياضه. طبعا نحكي على 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 وحده مصير، وحده دم، هيدا شيء بيربط الشعوب كلها ببعضها، هيدا بالنسبه لي اهم كثير من لعبه كره قدم. نحن بالنهايه عم نمثل البلد، وان شاء الله رايحين لعند اخواتنا بمصر، وبنعرف قد ايه رح بيكون كل الاستقبال مهم بالنسبه لهم، ونحن ضيوف عندكم. انتوا في بلدكم مش ضيوف ولا حاجه. لسه اقول نفس الكلمه بتاعت استاذ عصام شلتوت، انتوا في بلدكم الثاني، وطول عمر المصريين يحبوا اللبنانيين والمصريين واللبنانيين يحبوا المصريين. واضح قوي قوي من حماسك في المكالمه، واضح جدا من رد عليك، لان كلنا مبسوطين، وبقالنا كتير ما شفناش التواجد ده، ما شفناش فرقه من لبنان بتيجي مصر بتلعب النادي الاهلي، ما شفناش النادي الاهلي في لبنان، من امتى ما شفناش النادي الاهلي في لبنان؟ فكل دي حاجات ليها مكاسب كبيره جدا، بقول لحضرتك اكبر من المكسب الفني. انا بكل صراحه حضرت نادي الاهلي بلبنان سنه 91 او 92 بمباراه وديه ضد النجمه، كان كابتن اذا ماني غلطان كابتن احمد شوبير معاهم، صح، بعد كاس العالم تبع سنه 90، وكنت انا ولد صغير صراحه، يعني صغير بالعمر، وكنت روح احضر الاهلي وتابع، وبعرف قيمه الاهلي بالنسبه لافريقيا، بالنسبه لمصر، بالنسبه للعالم العربي. هذا النادي شرف كل الامه العربيه لما بيلعب برات الدول العربيه، خاصه بافريقيا. نحن بنتعلم من النادي الاهلي، ما في شك انه هذه المباراه بغض النظر عن كل الامور الفنيه هي بتمثل لنا عنوان كبير. عنوان كبير، لكن خلاص بقى، انت النهارده يعني المدرب العام للنجمه وراجل صاحب قرار وراجل مسؤول، وعندك مدير فني ساب الفريق، وعندك مدير صربي جاي، وعندك مباراه مهمه بقت خلاص مباراه كره قدم وفيها فنيات استعدادات النجمه بهذا الشكل، وطبعا رؤيتكم للنادي الاهلي. صح، هلا بعيدا عن كل العواطف، ما في شك انه برجع بقول لك تحضيرات لمباراه الاهلي على قدم الوسط، ما بيقولوا نحن متابعين فريق الاهلي من اكثر من شهر لهلا، حتى بالمباريات اللي لعبها نحن دائما موجودين حده، يعني نحن عم نتابع خاصه بمباراه امبارح، مباراه الاسماعيلي الاسبوع الماضي تابعناها. انت كمدرب بقى شفت الاهلي في المباراتين بتوع الاسماعيلي والمصري، شفته ازاي؟ لك صراحه انا تابعت حتى المؤتمر الصحفي تبع المدرب بعد مباراه الاسماعيلي، حتى اعرف حتى ممكن التفكير تبع المدرب ممكن يكون. انا تابعت المؤتمر الصحفي من اول لاخر. يعني ما راح احكي كثير بالامور اللي بتتعلق بالشق الفني. لا شك انه فريق الاهلي مختلف عن فريق الاهلي السابق، في كثير نقاط ضعف وعنده كثير نقاط قوه. نحن كثير عم نشتغل على هذا الموضوع، رح نحترم خصمنا للاخر، رح نحترم نادي الاهلي للاخر، لكن كمان علينا نروح على مصر ونكون محترمين نفسنا. نحن بالنهايه نادي النجمه من اهم الانديه بالوطن العربي، من اهم الانديه بلبنان، صاحبين اكبر قاعده جماهيريه بلبنان. بالنهايه لما بدنا نروح في اسمنا وفي تاريخنا وفي مستقبلنا وفي حاضرنا بالمباراه. عندنا نقاط كثيره برجع بقول لك اخذناها بشكل عام فنيه، تابعت انا شخصيا، تابعت مباراه امبارح، تابعت مباراه الاسبوع الماضي، تابعت المباراه ضد الفريق الافريقي لما كانوا عم يلعبوا بالخارج. مباراتين وعندنا كثير انطباع على الفريق الاهلي، وعندنا كثير نقاط عم نشتغل عليها وبلشنا نشتغل عليها الاسبوع الماضي. يعني الاهلي كتاب مفتوح امام النجم اللبناني، ولكن يبقى تعريفك لفرقتك وقدرات فرقتك، وشايف المباراه مباراه صعبه عليها ولا مباراه في المتناول؟
بعالم كرة القدم خاصة بعد كأس العالم الأخيرة أستاذ إياد، أنت بتعرف إنه كرة القدم كلها تغير. مظبوط. أصبحت المجتهدين. صح، الفنيات عامل الفن صار قليل، أثر قليل، صارت الناس أكثر عم تشتغل على اللياقة البدنية وعم تشتغل على السرعات وعم تشتغل على الكونتر أتاك، وكل شيء كل شيء تغير. هيدا الصراع بين كرة القدم القديمة الحلوة الجميلة وبين كرة القدم الحديثة، وهيدا انتهى بعد كأس العالم الأخيرة بروسيا. كرمال هيك كل شيء بعالم كرة القدم متاح قدامنا، نحن قدام مباراة أكيد منا نهاية العالم شو ما كانت نتيجتها، لأنه بالنهاية الأهلي رح يشرفنا ببيروت، رح يكون في عنا مباراة على أرضها، وهيدا بالنسبة لنا هو الأهم. بس رايحين نلعب بكل ثقة، برجع بقول لك نحترم الأهلي للآخر، لكن نعرف حدوده وين. الاهلي طبعا اكيد بيحترم النجم اللبناني، الاهلي بيحترم كل الفرق، والنجم اللبناني فرقه كبيره جدا على الوطن العربي، وطبعا اكبر الفرق اللبنانيه، وكل الجماهير المصريه اكيد متشوقه انها تشوف النجم اللبناني، ويكون مباراه كويسه فنيا ومباراه تعيد كثيرا من الزمن الجميل اللي حضرتك كلمت عليه من التسعينات. شكرا لك استاذ ايهاب ان شاء الله، وشكرا للكابتن عصام. انا شكرا انه نقدم مباراة بتليق بسمعة الفوتبول اللبناني. رايحين نقدم كل شيء عنا، وانا بتشكرك وان شاء الله رح نلتقى قريبا جدا، والشعور متبادل. بالنهايه شو ما كانت نتيجه المباراه، هي كره قدم فيها فائز وفيها خاسر، شو ما كانت لا تفسد في الود قضيه. طبعا صحيح. بالعكس، ده هتسعد كل القضيه، مين خاسر مين كسبان، هي في الاخر قلنا ان المكاسب اكبر من المكاسب الفنيه. كابتن حسين حمدان، بشكر حضرتك المدرب العام لنادي النجمه على حديثك بهذا الشكل، وبقول لك اهلا بيك واهلا بفريق النجمه اللبناني في بلدهم الثاني مصر، وان شاء الله تكون مباراه كره قدم مميزه.